المرتزقة في الجيش بشكل يعني شامل أو عام، من فرنسا، من أوكرانيا، من روسيا، من بولندا، من العديد من الدول التي تأخذ الجنسية الإسرائيلية وتلتزم في الجيش الإسرائيلي. المرتزقة لهم أدوار، هناك مافيا أيضا هي التي تشغل هؤلاء المرتزقة وترسلهم إلى إسرائيل ليقاتلوا مقابل يعني مبلغ ما يقارب 4000 إلى 4500 دولار. فبالتالي عندما يأخذ 4500 دولار خلف المكافآت وخلف الأمور الأخرى التي يأخذها من المحتل الإسرائيلي، فهذا شيء كبير بالنسبة لهذا الجندي، ولا يعنيه إلا تنفيذ التعليمات والقتل. هو يعني كل فرد إسرائيلي يعتبر جندي، حتى المستوطنين بيتم تسليحهم وبيعتدوا أيضا على الفلسطينيين. المستوطنين تم تسليحهم ب 250 ألف قطعة سلاح بن غفير أعلنها، وتم إعلانها في التلفزيون الإسرائيلي أثناء تسليم المستوطنين. الضفة الغربية تعاني طبعاً الكثير من الإعدامات والقتل، ما يزيد من 7 أكتوبر حتى اللحظة ما يزيد عن 300 شهيد داخل الضفة الغربية. صحيح. منذ بداية العدوان على غزة، وأكثر من 4500 معتقل أيضا. صحيح. ضمن السياسة التدميرية في الضفة الغربية، ويعني تنفيذ شيء مماثل لما يحدث في قطاع غزة تنفيذه في الضفة الغربية. يعني هذا اللواء، نرجع إلى اللواء يعتبر من الألوية الأولى في إسرائيل، وبالتالي سحبه حفاظا على هيبة هذا اللواء، مع أنهم أظهروا أنهم يعني سعادة بالغة. السعادة البالغة لأنهم هربوا من جحيم المقاومة ومن فواهة البنادق للمقاومة داخل قطاع غزة.